كريم محسن من خلال تشكيله النادي الاهلي اللي هي الاقرب اللي احنا قلناها، برضه نقول للناس طريقه لعب النادي الاهلي هتبقى عامله ازاي. يعني النادي الاهلي بيعتمد على الاجنحه؟ لا يعني احنا بنلعب 4 2 3 1 ولا 4 3 2 1 ولا 4 3 3، طريقه اللعب في الملعب؟ لا 4 2 3 1 2 محاور. نعم. ومعاهم عاشور كصانع لعب. نعم. او مهاجم من ناحيه الشمال. نعم. في المقدمه طبعا في الشحات وطاهر وسام، فدول الثلاثه. نعم. اللي يتميزوا اولا بالسرعه. نعم. سرعه التحول، النواحي الدفاعيه تحسنت كتير جدا عند. نعم. طاهر وعند الشحات. نعم. بيعودوا دايما باستمرار لخط النص للمؤازره وزياده عدد لاعبي خط النص، لانه احنا عارفين ان عاشور مش لعيب دفاعي او لعيب يجيد القيام بالادوار الدفاعيه. هو تاكد التشكيل زي ما احنا قلنا، لكن هو كصانع لعب وكراجل هداف يعني بيفيد الفريق. نعم. ما يجب ان يقال لعاشور التقليل من الفرديه، التقليل من الانا، مش لازم انا كل مره اللي اشوط، ومش لازم انا كل مره. نعم. انا اجيب الهدف. في اوقات ومواقف تتطلب منك انك انت تباصي تهدي زميلك فرصه اكتر من انك انت تسجل في المرمى. صحيح. حتى تعود مره اخرى. نعم. الى جسم الفريق، لانه. نعم. فريق النادي الاهلي فريق جماعي في الفتره. نعم. الاخيره كان في نوع من الانانيه. نعم. الشحات قادم، هو كان يعني احنا عارفين يعني الشحات مستواه كان عالي جدا. أي. بيحصل هبوط بيحصل صعود طبيعي. هو. نعم. دلوقتي في مرحله الصعود مره اخرى الحمد. نعم. لله المباراه اللي فاتت اخذ المباراه دي يعني، وهو يعني بتبقى يعني نفسيته كويسه قدام الفرقه الاماراتيه. نعم. لانه احسن فترات لعب الشحات كانت في نادي العين الاماراتي نادي العين. صح. وبالتالي فالشحات ورا مهمه جدا. الثقه العاليه اللي موجوده عنده مفيده جدا، النظرة بتاعته في الملعب واسعة، لكن أنا أتمنى أنه هو برضو ما يفكرش في الواو اللي كل مرة عايز أكسر جوه اليمين وأعمل الواو الموزة في الزاوية البعيدة. محتاج أنه هو يعمل شوية تغيير في الحتة دي والالتزام أكتر بالحتة الدفاعية. بالنسبة للحتة الهجومية يعني هتبقى صعبة شوية على وسام، محتاج إلى صعبة. محتاج طبعا إلى تقوية، لأنه بيلعب مع اثنين استوبارات قويين. نعم. جدا. نعم. وعندهم أطوال وعندهم خبرة كبيرة، فبالتالي محتاج لمساعده من العمق. نعم. مش من الاطراف، هو محتاج اكتر انه عاشور يدخل جنبه. نعم. مش يطلع بره، لانه بره يدخل جنبه. عاشور يدخل. راس حربه، لابد انه في كل الكرات المرتده او لما نستحوذ على كوره وطلعنا من نص الملعب، عاشور لابد ان هو يفكر في انه ياخد زاويه في العمق. احنا. نعم. فاكرين امبارح او اول امبارح مباراة ليفربول وارسنال. نعم. شفت القطعه بتاعت صلاح. محمد صلاح مش ممكن. السويتش اللي عمله اهو، ده المفروض يعمله عاشور مع وسام. نعم. ان هو يدخل يقطع جوه يبقى راس حربه. صحيح. وبعدين يرجع تاني. لو تمت هذه الامور بنسبه 50% في المباراه. نعم. ممكن ان احنا ناخد المباراه وبسهوله ان شاء الله باذن الله.